أهلا بالمشاهدين من جديد. مع كل القرارات اللي صدرت الأسبوع الماضي عن واتساب، أكيد في كثير من الناس يعني غيرت نظرتها لهذا التطبيق، أو على الأقل يمكن فكرت تستخدم تطبيق ثاني وحابة تحمي خصوصيتها. صحيح، واليوم معنا أيمن عنتاب عيتاني، ورح نفهم الموضوع مع أكثر. أيمن، يسعد صباحك. صباح خير. كلنا متخوفين يعني من الأسبوع اللي فات إنه الخصوصية، والناس بدأوا يتخوفون من الواتساب، بس أكيد إنه في حل يعني. فهل في شيء مثلا في السيتنج ممكن نسويه إنه نوقف التجسس على خصوصيتنا يعني، أو نوقف خوف الناس من هذه الأبديت الجديد اللي طالعة في الواتساب؟ هلا خلينا نكسب هذا الموضوع لحتى نحكي شو الموجود هلا وشو حيتغير فيه. هلا الرسائل النصيه يعني اذا انت وهاني عم تتواصلوا، الرسائل مشفره يعني، فما حدا في يفوت يشوف عن شو عم تحكوا يعني، شو هن الصور والفيديو واللوكيشن وكل شيء، ما حدا في يشوفه. بس هي وين عند كل مشكله؟ في شيء حواليه بسموه ميتا داتا، المعلومات اللي حواليه، يعني بيعرفوا انه هاني انت بجهازك يعني شو هن ارقام التليفون يلي مسجل تليفونك، بيعرفوا عم تتواصل مع هدى ام لا، عم تتواصل مع بدوام العمل او تتواصل بعد نص ليل، بترد عليك هدى أم لا. نعم. هي مع مين تحكي يعني، هيدي المعلومات يلي حواليها هيدي قيمة كتير تعتبر، وهذه باستطاعت مين معرفتها؟ يلي هن مؤسسة واتساب، يعني بالأخص هن يعني كمكانات واتساب يعني كسيرفرات. نعم. ومكانات، وإنه هذه المعلومات راح تستخدمها الفيسبوك ممكن. حيكون في مؤسسات بعائلة فيسبوك، عنا فيسبوك، عنا تطبيق الأزرق، وعنا انستغرام، وعنا واتساب. نعم. وعندنا كمان يعني في مؤسسات تجاريه عم تستعمل واتساب. نعم. كمان حيكون في يقدروا يستعملوا مش هيدي المعلومات بالذات، بس فيهم يوصلوا لطريقه دعائيه مختلفه ليوصلوا لناس مثل هاني بيحبوا. نعم. هاني، بس انه ما ياخذون معلوماتك انه سوى. ايوه ما ياخذون، هذا الناس فهموها غلط، يمكن انه هم راح ياخذوا معلوماتنا، راح ياخذون صوره الواتساب، راح يستخدمونها زي ما يحبون. طيب السؤال، هو اخر شيء بالدنيا انه تعرفي انت مين عم يحكي مع مين واي ساعه وعم بيردوا عليهم وشو عم بيصير، هذا موضوع يعني تجسسي صح او اجتماعي. احنا نقول انه بما يخص الإعدادات في الواتساب لا يوجد أي شيء أنه نقدر إحنا نتبعه أنه نوقف هذا لا الشيء. يتوقف الموضوع لا. لكن إحنا نقول معلوماتنا ومحادثاتنا وصورنا هي في مأمن، ولا أحد يستطيع أنه يعني يشوفها وهي مشفرة. صحيح. طيب الحين في كثير من الناس يعني مثل ما تقول خذوا موقف من الواتساب فانتقلوا لبرامج اخرى، في بعض البرامج حاب انه تشاركها مع المشاهدين تنصحهم فيها؟ ايه اكيد. هلا في شقين من الناس اللي بتاخذ موقف. نعم. من واتساب، هن بيقولوا للخصوصيه، بنتبه انه هول نفس الناس اللي بيقولوا انا من شان خصوصيتي، نفس الناس بيحطوا صورهم وين عم بيروحوا مع مين، وين عم بياكلوا، وين. نعم. عائلتهم، وين السفر، يعني هيدي. نعم. متى نام ومتى صحى صح. فهون موضوع الخصوصيه بنكون واضحين اكثر فيه، اذا الواحد عن جد خايف بده يخفف هالمعلومات الموجوده. نعم. هون. نعم. وكان بده يترك كل شيء، بده يترك انستغرام، بده يترك فيسبوك، كل هذا يعني تخترق الخصوصيه. ما في يعني، ما هذا كل معلوماتنا موجوده عليه انه فينا نتركهم. نعم. اما لا، فهذا يعني موضوع الخصوصيه بنكون شوي اوضح انه يلي بياخذ موقف. نعم. موقف مزبوط يعني. نوقف مع وقفه مع نفسنا انه نقدم نفسنا اصلا احنا ما نشارك. نوقف انستغرام. طيب ايش هي نصيحتك او الخطوات اللي تعطيها للناس عشان يحافظون على خصوصيتهم بما يخص برامج التواصل الاجتماعي؟ انا بعتبر كل شيء على الانترنت الناس كلها بتشوفه. فخلينا نعتبر انه كل شيء نحن بنحطه على الانترنت يعني الناس بشوف يعني اذا انا موظف يعني مديري بالشغل اليوم، يمكن متوظف بغير محل الثاني، حدا من قرايبيني اللي حيشوف، حتى لو عم نتواصل بس انا وياك، شو بدنا نحكي عليها؟ نعم. يمكن انت تزعل مني شي نهار فيك تاخذ لقطه شاشه وتبعث لشوف ايمن شو حتى لو مشفره. صح. فبدي اعتبر انا اذا عم ببعث لك اياها انه حاعتبر يمكن انت شي نهار تشاركها فيها، فهيدي طريقه التفكير صعبه لانه الواحد بده يكون شوي اكثر على طبيعته. نعم. بس بهيدي الحاله اذا قدر الواحد يعود حاله هالمعلومات تعتبر كل الناس حتشوفها، بالعكس بستفيد منها لان كل الناس تشوفني وتشوف اغراضي، بخبرهم عن كل شيء انا حابب. نعم. يعرفوا. نعم. فيه عن شطارتي وعن شو بدي اعمل، هاي. نعم. الاستفاده بتصير. طيب والواتساب الحين صار جزء من حياتنا يعني صراحه، يعني ما عاد نتصل كثير، ما عاد نتكلم كثير، حتى سواليفنا مع اهلنا صرنا ناخذ ساعه او ساعتين علشان يعني نسولف معهم على الواتساب. ايش ممكن يكون بديل، برنامج بديل للواتساب نقدر نستخدمه وفي امان اكثر وخصوصيه اكثر؟ هلا مثل ما تفضلتي واتساب يعني يوميا مع الاهل ومع الربنا مع الشغل
الشغل مع الاصدقاء القدام والجداد، يعني هو وحتى يعني بس تطلب دليفري بس تطلب كل شيء، يعني كل حتى كل في شيء. مؤسسات تجاريه اكثر واكثر عم تجي عليه، وفي شيء اسمه واتساب للبزنس ليكون فيها الخصائص الجديده. هلا في ناس اللي حابه تاخذ موقف من واتساب راحوا على تطبيقات ثانيه مثل تيليجرام ومثل سيجنال، واللي صار مع تيليجرام وسيجنال هن استفادوا لانه فجاه عندك ملايين الاشخاص يلي بيوم واحد قرروا ينضموا لهيدي المؤسسه. بس مو كل الناس يستخدمونها، كيف انا بستخدمها ومثلا انت ما تستخدمها؟ اذا انا بستخدمها اذا انا وياك عليه بس هو يعني تليجرام زين شوي، في ناس اغلب الناس يعني موجوده بس لما تصيب حتى المصيبه بدك اياه وهيك يعني زين. الحين هم الناس الحين مثلا يوم يعني يوم خذوا موقف مثلا من واتساب راحوا تليجرام، يعني شو الفرق بينهم؟ كثير قراب على بعض، يعني كثير قراب. اذا بدنا نفرجي نحن شوي اكثر كيف شكلهم شو عم بيصير هون فيهم، يعني هيك اذا بدنا نحكي نحن هلا نعم شباب اوكي فنحن هون بنشوف نحن في 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 جروبات، يعني شوفوا هون نحن في اشخاص، يعني انا في اخوي وفي اختي، في عندنا جروب العائله، عامل جروب انا واخي واختي من دون جواز او من دون هذا، نحن بس نعم. العائله بنحكي فيه انا عائله قبل الزواج قبل الزواج بنحكي فيه بتعرف كل الاخبار وهيك، هيدي كلها هيدي موجوده. هلا في خاصيه ثانيه بتليجرام مثل جروبات بس في حيلا حدا ينضم عليها، بس انا هلا بهيدي الفوره عملت جروب خاص لي بحكي فيه عن امور خاصه بواتساب وتليجرام ورياده الاعمال. في جروب هلا حيلا شخص بفتش على اي ناحيه ثانيه بيلاقي هالجروب بيتواصل، هيدا بواتساب اصعب مش موجود هذا هلا، يمكن يحدثوه لبعدين بس في هيدي ممكن. فيها تفرقه شوي اكثر، بس نفس الشبه الفويس نوتس وهالمعلومات ومطابق يعني تليجرام يعني كثير قريب من الواتساب لانه نحن كاشخاص كثير من يعني هيدي الخاصيه الفويس. هلا في تغيير شوي بس الكل حيصير عنده اياه مع الوقت، يكون الفويس شغال دائما، يعني مثل هلا انا عم بحكي معه وفي ناس معنا عم يحكوا بنفس الفويس، يعني كانه مكالمه كبيره. انت بس تفضى من شغلك بتفوت معنا، بيرجع هي بتترك، بيرجع حدا بيجي، فبيكون نوع من زبدك جماعة كبيرة كلنا عم نحكي جماعية كلنا عم نحكي بكل الوقت. هيدي من تحديثات الجاية أكثر لقدام، تليجرام عندهم إياها وغير ناس رح بتزيدها بعدين. أيمن شكرا جزيلا لك، نورتنا. شكرا لكم وإن شاء الله تجمعنا فيك لقاءات قادمة بإذن الله مع التحديثات الجديدة.